support this culture between the French and the Palestinian culture. I want to say on behalf of our company, thank you, and we're really happy to be here. Thank you. Gastronomy, food, المطبخ الفرنسي جزء من ثقافتنا. إنه ليس مجرد الجلوس لتناول الطعام، إنه بهدف المشاركة. فرنسا لديها مطبخ مشهور عالميا، لذلك إنها فرصة جيدة للقدوم إلى فلسطين ولتشارك مع أصدقائنا الفلسطينيين الثقافة والطهو. Au fait, moi, comme j'expliquais, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. لقد قمت بزيارة الكثير من بلدان العالم، أكثر من 100 دولة، وقمنا في هذه البلدان باكتشاف الخصوصيات التي تمتاز بها كل بلد من ناحية حتى درجة الحرارة، الاختلافات من ناحية المناخ، وأيضا المنتجات الموجودة، وأيضا نقوم بنفس الشيء في فلسطين، وأرى أن فلسطين لديها ثقافة في فن الطهي كبيرة جدا أيضا. un savoir culinaire énorme.